بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الحلقة 16 من سلسلة الكبائر ስለከባይር ድሩብን ትላልቅ ወንጀሎች የምናወራበት 16ኛው ክፍል ሲሆን በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው የሚሆነው الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم በአላህና በመልእክተኛው ላይ መዋሸት ምን ይስላል እንዴት ይታያል የሚለውን የምናይበት ነው በአላህና በመልእክተኛው ላይ መዋሸት በተለይም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ መዋሸት قال الله تبارك وتعالى الله عز وجل من الهلال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يوم القيامة يقيام كان إلى نظر أن الزعاب الله لا يواشو سود يكتف سود في تاتشو يتكورهنو تاقنيان تغل قال الحسن البصري هم الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل እነማን ናቸው እነዚህ በአላህ ዲንና በአላህ ሸሪዓ ጉዳይ ደስ ካለን ሰራለን ደስ ካለን አንሰራም ማንንም አይከለክለን መብታችን ነው ይላሉ እንደፈለጉ በአላህ ዲን ላይ የሚረማመዱ ሰዎች ነው ይላሉ እንግዲህ ابن جوزي رحمه الله ይሄን አናስ ያብራሩ ይላሉ وقد ذهب طائفة من العلماء الى ان الكذب على الله ورسوله كفر ينقل عن ابن الجوزي عليه رحمة الله هنا آية سيبعه يمي هنا آية مسألة فما لكم إلا يتوسن علموك بع الله هنا بملك تنيا وليب من القدى معاشة كفر له كأسلم منها يعسوى التعالى إلى عنه ولا ريب ترد آلي لله ودنه أن الكذب على الله ورسوله بع الله هنا بملك تنيا وليب معاشة بتلي حلالنا حراما بمكير قدى إلي قلص كفر مهرم من ما يتعد أو قوان بسر يا الله ان شريعه الله حلال يا درجون حرام حرام يا درجون دم حلال يا درجس الله يفكدون يكلكل يكلكلون يفكد الله انما الثني عليه الصلاه والسلام يكلكلون يفكدوت حكم يكايرسو قلص كفر دغبا من اعتراطرن نظروا ان مليو بزي بداي حلالنا حرام زريا قال وجي بعد نظر لا مواشه ትላልቅ ወንጀል ውስጥ ይገባል ያለው እንጂ ቀጥታ በአላህ ሸሪዓ ላይ መክተፍ ሐላልና ሐራም ህክሙን መቀየር ይህ ኩፍር ለመሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለው ወሸ ቢባለው ነገሩ هو الاخبار عن الشيء على ما خلاف ما هو خلاف ما هو عليه عند النجر ካለበት ትክክለኛ ተጨባጭ በተቃራኒ መግለጽና ማስቀመጥ ነው ምን ይባላል ወሸት ይባላል ይሄ በጣም አስቀያሚ ነው በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كتابه العزيز በአላህና በመልእክተኛው ላይ መዋሸት በማንም ተራ በማንም ሰው ላይ እንደመዋሸት እንዳልሆነ ነገሩን ከባድ እንደሆነ ሲናገር ምን ይላል ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون عندما تعطوا ያመጣላችሁ አንደበታችሁ ላይ የመጣው በውሸት ተነስተታችሁ ይሄ ሐላል ነው ሐራም ነው አትበሉ በአላህ ዲላ እንደፈለጋችሁ ለመጣ ያአላህን ሸሪዓ እና ፍርድ ህግ አትቀይሩ ማለት እነዚያ በአላህ ላይ የሚከተፉ ሰዎች መታዑን ቀሊል يعني አይተከሙ አይሳካላቸው ዱንያ ላይ ለጊዜ ይተቃቀማሉ ከዛ ለኛ ቁጣት ይገጥማቸዋል ለአላህ Subhanahu الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه بناء احكام عند اقوام عند النسب بالله انا بملكتين يومي ما واشد يتلاقي دلقاقيوچن لمن انغبي ماتشاتوال اذا قلنا ان هذا الكذب صدق وانه فعلا من كلام الله جل وعلا سيبنى على ذلك احكام واعمال وتحليل وتحريم አንድ ሰው ባላና መልእክተኛው ላይ ዋሽቶ ለሰዎች የሆነ መልእክት ካስተላለፈ እውነተኛ ይመስላቸውና ሰዎች ይህን መልእክት እውነት ቁርአንና ሐዲስ ይመስላቸውና እውነትም ያአላህ ነብይ መመሪያ ይመስላቸውና
ብዙ ተግባራቸውን በዛ ነገር ላይ መስርተው ይንቀሳቀሳሉ። ለዚህ ነው በአላህና በመልእክተኛው ላይ ማዋሸት የሚለው ራሱን የቻለ ርዕስ መወሳት ያስፈልገው። በአላህም ይሁን በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ማዋሸት ለሁለት ይከፈላል። ተብዓን የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ያየነው ነው። ነውዑን ዋድሑን አነሁ ኩፍሩን ናቅሉን ሚነል ሚላ፣ ከእስልምና በቀጥታ የሚያስወጣ የሆነ የኩፍር አይነት ነው ወይም የውሸት አይነት ነው። ولا ريب ان تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام او تحريم حلال كفر محض. بالله حساب لاي تنكتان بالله هنا بمنتنياو لي حلال حرام يتفكلون بمنتكل يتكلكلون دمو يتفكلون بمغرب رجل او كو مواشد. بالله هنا بمنتنياو لي مواشد يقلت هنا كفر نو تضد عليه كفر. كذي قام تعيزه حتى أيضا الاتيان بأحكام وشرائع ودين لم يأذن الله سبحانه وتعالى به فهذا كفر محض. الله يفك لنا الله يدنقذون ليوم ما يأمتتهم عند الشريعة دلقوا كترنا مبتعنا ماسكا مذي هراس وشتنا لنا يهم قلتي هنا كفرنا. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون. تمثل الله عز وجل لم يمنوا بالله الا اديس نجر امتتو اديس فريتن امتتو اديس فطران امتتو سيابقوا يا الله لينو بلو وجباتهم شنطاتهم يزن يميكركروا سوت ليلوكسن بتلايا يتلايا حيوانات يا امتت كلنيا هينو يميلو لتلايا دنغاغينا غامتتو هينو سو ممرات يالبت يميلو لم يمنوا ام لهم شركاء اغاريو تشالواچو دي شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. الله يفكرهم يحيمارد من مريا يمفكروا لاتشو ويميمير نبقوا لاتشو عقاريو تشعلوا لاتشو نهيلا بل إلا قصم يما هيمان فردنا وستاني فلقالوا نهيلا هي قلس يونا كالله قال لم يتعلا كسرنا من أسوطاهم من يسايان. ولكن يوشت أينت هو أن يكذب ولا يأتي بحكمه يواشنا حكمنا عندك لو صحيح نو ضعيف نو منام نايل عندنا قصص وتنا وعاوت عندما يادر قلت عندنا يتاركنا بقصة سواء المعركة لنا بوعظ بتا سرعت نو يميلو وعظ يا ناس وعظ سواء قصة سواء بتككلنا قرآن ملكتنا بعد تككلنا حديث ملكتنا بقرآننا تككلنا حديث ملكتنا ضعيف بهم حديثوك موضوع بهم حديثوك سواء تنا مكسكس ممكر مياس قدنا من النقر يلم. ففي الحديث الصحيح غنى عن الحديث الضعيف والموضوع. تذكر ان يهمنا حديث دكاما هنا حديث دكاما هنا حديثنا وشتنا كتفك هنا حديث ما بقاك يا من قلت لك كيف انا عند قلت له من الى له نحن نكذب وله لا عليه عند صفيه النبي بزو حديث يا ما قالوا يرد على ليه عندنه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا بالرال فليتبوأ مقعده من النار بلا رسول صلى الله عليه وسلم. وسيئة الحديث سلسة حديث النار رسول صلى الله عليه وسلم بل إله يواش سو أو كو يواش يجهنم بوتاون يام مجاتش جهنم سات وسط يتم بوتاون لت مجاتش التي وكمالة تاتون سينقرات لا بل إله يواش نعمت إن يقل لساتون هندي واشنو بساتو لا 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 هي تكبار بالآن نسك أيام تكبار لم توش الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوش الله توصال له يهدي للإسلام وشت من يصل لقوا نقر على الله بأونتنا بحق لا يتمسر لتسلوهنا مالتنا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لرسولهم بلين بساتشو لين بلين بساتشو بلين من دنهم نواشا يمي واشو يمي واش له لا من دنهم يمي واش لا تشو لا من دنهم تذكر ان يهم ما سرتوا تفتونا ون ايلنم تفتا لنا قال يا عند الناس نفس مين تلتلو اني هنت نغا لا يهم تيون بيتشا وش تسي من لت دس يلوال بونت لا يقول من تلتلاج ونت يكدوال هي لو تشغو انجي النبي صلى الله عليه وسلم لا يماشط كبادنا ونا منالو اني لا يماشط اندني لا بريلا سولا اند يماشط ايلنم ما
أن كذب علي متعمدا أو كوبا إلي وعشناي كتفا يا لالكتن بلوال يا لا فليتبوأ مقعده من النار الساتوست بوتاون يا مجاجة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كذب علي بني له بيت في جهنم بني لا يواشسر بني لا يكتفسر أني على الكتن بلوالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو يتناكر كهنا أن سو جهنم وسط بيت قنبت والله سبحان الله هي بالآن يهنا كباد يهنا يكتاك نسأل الله السلامة والنجاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يقول عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي يعد له ما لم يقل ما يعني أن الله عز وجل يعد له لقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مقعدا في نار جهنم يعذب به. مما لكنا حديثتكم أني أنا الكتن يا نسو أني أتناقل كتن يعني يا تناقل كتن عند تناقل كربو يتناقل نسو جهنم مستبوتاون يا زكاة جنة لراسه يا متاجنا الرسول عليه الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يميل تفوسه موضوع يهونه يتورشوا حديثه عن قطر يميل التفو سوتشن بقطة الملكة تعالى يعرف حديثه تشن إنزين دمو ضعيف مهون بس كل ضعيف مهون يمي تاوقو حديثو تشنم درجات شو سايقت ما سردا مهون عندما يتلو سردا زنبر يتناقرم زيه نقر مستري قبان نبي تلي حسن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا عند حديثا يزقب يتناقر يعني النبي يبلغ عليه عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه كذب وشت مهون يمي ترتر يهون حديث أو يرى ويمسويه وشت مهون يمياته حديث بس ندى أتنته درجون درسوا بيت حديث ندان هنا يتاوكه وسيابكا لتكما تتن بلو بني لاي يواشسو فهو أحد الكاذبين يهي كواشوش أندنه كوشتا وش أندنه وشت نونا من ناقر وشت مهون أقوى يمي ناقر سو راسو وشتا تلك بيهون تنشن بيهون أواكم بيهون جاهل وشت مهون أكو متو كتنقل كواشة يرج أنو بني صلى الله عليه وسلم لا يواش طال واقوني أقيم خزاس فلا حلك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل كزيه من الردو من موضوع يكون حديثا من ناقر عندما ما يفك لأسايا حرام لو شرعا مكنياتهم يهين أين تكبار كبات اندالو يا سينا ولا الله من الكارو قد من ذلك فاتو قلت مهونو صحيح يهونو ما سرد جوتش يالو دكاما ودهونو عليام بتري وشتنا موضوع مالك وشت النبي صلى الله عليه وسلم يا تناقلوت ان ده تناقلو تدركو يتنقل حديثوت موضوع يبالالو ضعيف حديثوت مالو ضعيف من لاتو ببقر ضعيف يميبالو ان دكاما يميبالو يا رسول صلى الله عليه وسلم نقدر على الله يهي متاو نقدر رسول صلى الله عليه وسلم بلوتال يتبالو نقدر بتكل مالتاتشونا على مالتاتشون ما الرقاقة عمان قدنا ضعيفنا صحيحنا وسنن يزقب السوج رسول صلى الله عليه وسلم طبعا تابعوا شلية شكل لهم صحابة وشلية مالتين وشكل لهم كذابة تاتشكل ولإني آيامت السوج سنسلة ألو حديث سيتزكب ما هلا يما يتوق سوك هلا ما هلا يبهون بوشك ميترتر سوك هلا ما هلا يندرس ميتوق سوك هلا ما هلا يهون يجيب ندال كذا كذا قالوا جماعة حديث ضعيف نري بايش هلا تقول عندنا سوق الرجال حديث ضعيف نديت يا رسول صلى الله عليه وسلم نقدر ده كمان يبالة لا يا رسول نقدر على لم ينع عليه الصلاة والسلام يزد قالوا جماعة رسول صلى الله عليه وسلم يهين تناقر هالبري يتناقر وصوت سن بتملك قدره يه حديث دينه ويه حديث دزينة منه صحيح ما مالك نبي صلى الله عليه وسلم بتككل عندما تع كلام ترتر كساتو بتوارد عندما تع يتوكى يتمنى بتنا ولا مالك سلسي بتشعل مثلا وعظوت دعوة راجوت يدين استماريوت بتشعل مثلا صحيح يوم حديث لا ما تذكر على القرآن قلصنا
وهذا حديث سلمان صحيح هو حديث مثل اللي قال لبن ضعيف هنا حديث لما الزلاقات عند لبن يا سينا موضوع هنا حديث لما لا يشرع للسنم جد ما تنكت ما شاء الله لبن يا سينا يسول لب بلا مسلب وإما الدنيا قصاص وجنان يقصاص وجنان تبلن سنا وكا بقصاص يا نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلاقي نقل لا يقبع ما تنكت ما شاء الله وعظ وعظ يدين عن كفلنا طبعا الإيمان باليوم الآخر وستمي قاتلهم سلا آخرا من ناقل لبن ميالكونا قرش من ناقل يدين وانا كفل تضربوا ميازن دي ترى كفل هذا اللب حقيقة مكناتهم إيمان نوص بها الله سلا جنة سلا إساسي نقلهم لنه كإيمان قايتي هذا نقلهم الإيمان باليوم الآخر وستمي قاتلنا يمي قبع نقلهم بعتادة بصوت جديم لك بصوت عقيدة لك وشت الماسكبات يلبنهم لك كاما هم حديثة لا يدنكاك يسفل لها موضوعهم حديثة إنما الناتشين ملون عند سواكم التنكك مجال لك إذن يدين أستمالي وجهون سوات عند الحديث أنستن كما استلانا فاتن بفيد كما استمالات بفيد بتجال مثل ما طارات عند اللبن يمي أصر الدانا يمي أسينه الله سبحانه وتعالى بس ما نتتكام يشترك كوشت بع الله دي الله كم يوشو سوات الله يتبك الزاوست عند عقبا كم يكتفو سوات كم يكتفو سوات ما الله يارك يم يكتفو سوات الله ولدين يملسعجو توبة يوفقاتجو عم فلقم عفنقم نافنقت عنه الزاون كتلا لنكالو الله يفلقون رمج جيسن باتجو والله تعالى أعلى وعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.